ومن الأخطاء التي تقع من البعض حال خروجه إلى الصحراء من أنه قد يمر بأناس تعطلت بهم سيارتهم بما يسمى التغريز، أو مثلا تعطل عجلات السيارة أو ما شابه ذلك، ولا يقدم لهم خدمة مع أنهم بحاجة إلى ذلك، ويكون بذلك قد فعل محرما لأنه ترك الواجب. بل إن من السنة لو كانوا يستطيعون بتعب أن تعينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري قال: والرجل يعين الرجل فيحامله على دابته، عند مسلم: والرجل تحمله على دابته لك بذلك صدقة، يعني من أن لك صدقة وأن لك أجرا في هذا الأمر.